السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده قررنا ان احنا نروح الاوبن اير مول في مدينتي. ده مكان مميز جدا وحلو جدا وحاجه بجد مش هتصدق اللي هي في مصر. ده لو انت معاك اطفال هيتبسطوا جدا في المكان، وبرضه انت نفسك هتتبسط، ومكان حلو للاسره، مكان امن جدا للاطفال. انت بتدخل بتاخد طريق السويس بتروح مدينتي، بتدخل من مدخل 2 مدينتي، تطلع على الاول ميدان يقابلك وتدخل يمين، انت كده طلعت على الاوبن اير مول. الميزة هنا اللي هو فيه مساحة كبيرة قوي لركنة العربيات، فاللي هو مش هتتوه بقى، مش هتلف كتير عشان تدور على ركنة. فهتركن العربية ونبتدي بقى ايه، نبتدي نشوف المكان. احنا كده دخلنا المكان. لو اول مرة تروح المكان هتتوهم بيه بجد، اللي هو مش مجرد مول سلالم كهرباء وتلاقي المحلات وتدور على المحل اللي انت عايزه وخلاص كده. لا، ده هو عبارة عن مكان مفتوح، لاندسكيب كبيرة، في معظم البراندات فاتحين في المكان، في سينمات، كذا قاعة سينمات، في بحيرة كبيرة، كافيهات على البحيرة كأنك قاعد في كافيه على النيل او كافيه على البحر في مارينا، فحاجة هتعجبك جدا. عاملين بقى حاجة جديدة برضو، تعتبر جديدة في مصر، اللي هو فكرة الترام دوت اللي انت تركبه وتلف بيه المكان كله. المكان في ناس بتتلخبط بينه وبين مول ارابيسك. مول ارابيسك ده من زمان هو الاوبن اير مول قدامه بالظبط، ده الترام اللي احنا اتكلمنا عنه، ده بتلف بيه المكان كله. فيفضل انت لما تيجي تركب تطلع الدور اللي فوق عشان تكشف المكان، هتنبسط جدا فيه، ولو معاك اطفال هيتبسطوا جدا. الترام ده عامل زي الترماي بتاع زمان، هنا نظام محطات، فانت لو انت رايح مكان معين بتركب الترام او ترماي وتنزل المحطة اللي انت رايحها، او ممكن تاخد جولة في المكان، بتركب من دي بداية المحطة بتاعته بتركب، وبعد كده بتنزل برضو هنا تاني، بس بتاخد لك لفة في حدود ربع ساعة كده في المكان كله، فبتعرف الاماكن بالظبط. لو في مكان معين ممكن تنزل المحطة بتاعته، لو عايز تاخد جولة بتاخد جولة، وبتعرف بتشوف الاماكن اللي انت رايحها. فالافضل تركب في الدور اللي فوق بقى عشان تبقى كاشف المكان كله. دي اللاندسكيب زي ما احنا شايفين، مطاعم وكافيهات حوالينا كل مكان. هنشوف قاعة السينما، هنشوف برضو دي اللي قدامنا، دي اللي هي مدينة الملاهي، شوية برضو هنخشها وهنشوف المكان من جوه عامل ازاي. ده تراك للمشي، وفي اماكن للقعدات اللي انت لو عايز تقعد في اي مكان فيها. في براندات برضو، محلات براندات، وفي الناحية التانية بنشوف بقى لاندسكيب، وفي كافيهات على اللاندسكيب على طول، في بحيرة، دي بحيرة زي ما احنا شايفين. بحيرة بقى ميزتها بقى انت بقى بتقعد في الكافيه، في يعتبر في نص البحيرة. هنا الفيو رائع، دي منطقة كافيهات، لكنك بالظبط قاعد في كافيه على النيل، قاعد في كافيه على البحيرة في مارينا، فمش هتحس ان انت في القاهرة. هنا مهتمين قوي بالشكل، الالوان تحسها متناسقه مع بعض، البحيره مع الزرع عاملين شكل جمالي حلو جدا. دي التيكت بتاع الترام ب10 جنيه زي ما قلت. المحطات في كل مكان،
الزرع مع البحيرة مع النافورة خيال. في أكتر من منطقة مطاعم وكافيهات وفي مسجد وفي منطقة بنوك. هنا قاعات السينما خلصنا جولتنا بالقطر، هندخل على مدينة الملاهي. هنا المكان بقى هيعجب الأطفال بقى من أول سن سنة لحد 35 سنة. هنا بتدخل المكان على الكاشير، في باقات اكتر من باقة، بتختار منها الباقة اللي تعجبك. يعني اسعار مثلا بتبدأ مثلا الباقة من 200 جنيه، بتشتري الكارت ب 15 جنيه، والباقة اللي ب 200 جنيه دي يعني بتدفع في حدود 215 اللي هي تمن الكارت وتمن الباقة، وبتاخد 230 جنيه ألعاب. أسعار الألعاب بتبدأ من 20 جنيه لحد 35 جنيه. الميزة اللي انت هتلاقي ألعاب للأطفال من أول سن سنة، وفي حاجات للشباب، وفي حاجات ممكن تشارك فيها طفلك، تلعب تركب معاه مثلا لعبة اللي هو ملهاش سن معين الألعاب، وهتعجب برضو الكبار. يعني انت هتبقى موجود، مش هتبقى قاعد، مش هتتمل، هتلاقي حاجة تعملها وطفلك هيتبسط وانت كمان هتتبسط. يعني بجد حاجة لو انت مع طفل حاجة مش هينساها، هيبقى مبسوط جدا بالمكان، والمكان اسعاره مش غالية قوي يعني،
زي ما قلت الألعاب بتبدأ من 20 جنيه ل 35 جنيه. الكارت بتدفع أول مرة بس 15 جنيه تمن الكارت. الكارت ده بيقعد معاك لمدة سنة، بتشحنه كل ما تيجي مكانك، كل ما الرصيد بيخلص بتشحنه وبتفضل الكارت بيفضل معاك. زي ما قلت قبل كده، في اكتر من لعبة ممكن تشارك فيها طفلك وتركب معاه اللعبة، هتتبسط وهتشوف طفلك بيتبسط جدا في المكان. هسيبكم تتفرجوا على المكان، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا لكم.